السلام عليكم. بعد نحو 3 أعوام تخللتها 13 جولة من مباحثات أستانا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ما زال النظام يقضم الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل السورية بإسناد من سلاح الفضاء الروسي والميليشيات الإيرانية. آخر ما وصل إليه النظام هو انتزاع مدينة خان شيخون الاستراتيجية، إحدى كبريات مدن ريف إدلب الجنوبي، فضلا عن السيطرة على ريف حماة الشمالي، تطور وصفته تركيا بأنه خرق واضح لاتفاق سوتشي الموقع بين الأتراك والروس العام الماضي، والذي نص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح داخل مناطق خفض التوتر. وليس ذلك فحسب، بل إن النظام استهدف رتلا تركيا في أثناء توجهه إلى نقطة مراقبة تركية في ريف حماة. واللافت أن عمليات النظام الأخيرة التي نتج عنها تدمير مدن وبلدات واستعمل فيها مختلف أصناف الأسلحة عبر سياسة الأرض المحروقة قوبلت بصمت دولي. وسط هذه التفاعلات يسأل السائلون: إلى أين ستصل طموحات الروس في سوريا؟ وما الذي ستفعله تركيا؟ أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب. معارك عنيفة وقصف لا يبقي ولا يذر، هذا ما اتبعته قوات النظام السوري وروسيا في مدينة خان شيخون جنوبية محافظة إدلب للسيطرة عليها. أوقعت تلك المعارك بين قوات المعارضة وقوات النظام مدعومة بميليشيات إيرانية وقوات روسية خاصة عددا كبيرا من القتلى والجرحى بين طرفين. تمكن النظام بعدها من السيطرة على خان شيخون. مصادر ميدانية قالت إن المعارضة أجبرت على الانسحاب من المدينة تحت وطأة قصف لم يسبق له مثيل بالأسلحة المختلفة وأبرزها الفوسفور الأبيض المحرم دولياً. من جهتها أعلنت المعارضة انسحابها من خان شيخون وإعادة تمركز قواتها في ريف حماة الشمالي نتيجة سياسة الأرض المحروقة التي استخدمتها قوات النظام وروسيا. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن مدينة خان شيخون باتت شبه خالية من السكان بعد توغل قوات النظام فيها. من جانبه استنكر الائتلاف السوري والمعارض صمت المجتمع الدولي حيال استمرار العملية العسكرية التي يشنها النظام السوري على محافظة إدلب والتي نتج عنها نزوح مئات الآلاف من المدنيين. وقالت نائبة رئيس الائتلاف ديما موسى إن المجتمع الدولي أثبت أنه لا يريد أن يسمع أو يرى ما يحصل في سوريا وأنه مصاب بشلل كامل بحسب تعبيرها. وعلى الرغم من سيطرة قوات النظام على خان شيخون، يرى مراقبون أنه من المبكر الحديث عن مستقبل المنطقة وأن قوات المعارضة يمكن أن تستجمع قواها وتنفذ هجمات معاكسة من شأنها تغيير المعادلة. للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ إسماعيل كايا الصحفي المتخصص في الشأن التركي، وينضم إلينا من الدوحة عبر الهاتف الأستاذ خليل المقداد الكاتب والباحث السياسي، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول العقيد الركن خالد المطلق الخبير العسكري. أهلا بكم جميعا. لو بدأت معك من إسطنبول سيادة العقيد، موسكو من وراء التصعيد الأخير في ريف إدلب وريف حماة ماذا تريد؟ ما هو الهدف النهائي؟ مساء الخير. الحقيقة هذه نتائج الأستانة وما نتجت عن اتفاقات الأستانة، عندما تقبل المعارضة بأن تكون المنطقة المعزولة السلاح هي من طرف المعارضة فقط، وتتغاضى الضامنين يتغاضون عن المنطقة منزوعة السلاح من جهة النظام المجرم، نحصد هذه النتائج. الاتفاقات الأستانة هي أساس هذه ما وصلنا إليه. روسيا كما صرح الكثير من مسؤوليهم لن يتوقفوا إلا على الحدود التركية، وهذا تصريح جديد من وزير الخارجية ومن أحد الناطقين الإعلاميين في قاعة حميمين. روسيا تريد استعادة أو السيطرة على باقي المناطق المحررة بقوة السلاح، وما شاهدناه بعد الأستانة 13 إلا ترجمة لهذا القرار الروسي الأحادي، استخدمت فيه كما قال تقريركم الكثير من الأسلحة ومنها الأسلحة المحرمة وأسلوب المنطقة المدمرة تماما وتهجير السكان المحليين في إطار تفريغ المنطقة من سكانها لإعادة ترتيبها من جديد.
طيب يعني عقيد خالد، يعني هل يمكن البناء او التعويل على مسؤول في قاعده حميمين بان روسيا تريد ان تدعم النظام في السيطره على كامل المناطق التي تخضع للارهابيين بين قوسين، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا ملتزمه بالتنسيق مع تركيا لتطبيق مخرجات اتفاقات أستانا؟ فليخرج علينا ويقولوا لنا ما هي مخرجات أستانا الحقيقيه. منذ تأسيس الأستانة ومنذ عقد مؤتمرات الأستانة خسرنا، كان النظام يسيطر على 17% من الأراضي السورية، بعد الأستانة 13 حاليا النظام يسيطر على 62% من الأراضي السورية. فما هي هذه الأستانة؟ من ضمن الأستانة خسرنا حوران، وخسرنا حلب، وخسرنا الغوطة الشرقية والغوطة الجنوبية، خسرنا شمال حمص. فليخرجوا علينا ويقولوا على ماذا وقعوا بالأستانة، وإلى أين يأخذون هذا الشعب المسكين الذي يقتل ليل نهار وتدمر بيوته على رأسه. عقيد خالد، يعني هو حقيقة الهدف المعلن كان هو إرادة حماية قاعدة حميمين ثم سيطر على الطريقين الحيويين بين اللاذقية وحلب وحماة وحلب أو ما يسمى M4 وM5. الآن هو بعد السيطرة على خان شيخون وما حولها، الآن روسيا والنظام ينفذان حملات أو طلعات جوية وقصف على مناطق محيطة بخان شيخون، منها جرجناز، منها التح إلى آخره. بما تفسر هذه الحملة عسكريا؟ أعتقد أن الاتفاق في الأستانة 13 كان هو تصعيد العمل العسكري وبكل الوسائل وبكل القوة للوصول إلى سراقب، هي نقطة التلاقي الأنفور مع الأنفايف لتأمين خطوط التجارة بين تركيا والأردن وبين العراق واللاذقية وميناء اللاذقية. هذا واضح تماما. شمالي الطريق الواصل من سراقب إلى جسر الشغور لن يبقى مناطق محررة، وباتجاه الشمال على مسافة عرض 15 كيلومتر إلى 20 كيلومتر أيضا لن يبقى تصاعد، وسيخرج علينا الأستانيون باتفاقات أخرى تقضم الأراضي، وهذه السياسة التي اتبعتها روسيا والأستانيون في قضم الأراضي وقضم المناطق المحررة قطعة قطعة بطريقة أو بأخرى. أشكرك العقيد الركن خالد المطلق الخبير العسكري، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من إسطنبول. نتحول إلى الاستوديو. أستاذ إسماعيل، يعني تجربة خان شيخون مريرة مع النظام حقيقة، في عام 2017 قصفت بالكيميائي، والآن حملة غير مسبوقة مختلف أنواع الأسلحة قصفت بها. ما الهدف؟ لماذا التركيز؟ ما قيمة خان شيخون عند الروس والنظام؟ هل فقط للسيطرة على الطريق الحيوي أم ثمة أهداف أبعد من ذلك؟ يعني إذا نتحدث عن الأهداف الكبيرة جدا لروسيا والنظام، بكل تأكيد هم يهدفون للسيطرة على كامل الأراضي السورية بشكل كامل وإنهاء المعارضة بكل أنواعها، سواء كانت سياسية أو شعبية أو حتى معارضة مسلحة. هذا هدف معلن وغير وليس سر. ولكن هل الظروف مهيئة حاليا للنظام وروسيا للقيام بالعمل العسكري النهائي لإنهاء تواجد المعارضة في إدلب بشكل كامل؟ أعتقد لا. الروس والنظام السوري يعرفون جيدا أن الفرصة لم تتح حتى الآن، ولكن يتبعون استراتيجية واضحة في السنوات الأخيرة وهي اقتضام. لماذا الظروف ليست سانحة الآن؟ يعني حتى الآن هناك اتفاق بالنهاية مع تركيا في سوتشي وأستانا، وتركيا لن تقبل بانتهاك هذا الاتفاق بشكل كامل. نعلم أن النظام لم يلتزم بهذا الاتفاق، وحتى روسيا أعلنت بشكل واضح بالفترة الأخيرة أنها تعمل ضد تركيا وأطلقت تصريحات ضد تركيا بتهمة أن تركيا لم تنفذ بنود اتفاق سوتشي الأخيرة وغيرها. ولكن هي تحاول دائما استغلال بعض الثغرات بالاتفاقيات واقتضام قضم الأراضي تدريجيا بشكل تدريجي. ولكن لماذا لا غير متاح حاليا؟ حتى الآن هناك قوة عسكرية لا يستهان فيها في إدلب، ولا يمكن لروسيا والنظام الاستمرار بعملية عسكرية سيكون خلالها مذابح أكبر من ذلك بكثير، وموجة هجرة ستأثر على ما الذي يمنعهم بشكل كبير جدا. حلب كانت نفس النتيجة ونفس الظروف، لم يتحرك أحد. هو يعمل بشكل تدريجي، اليوم يحاول تحييد المدنيين تدريجيا من منطقة أخرى، يرتكب المجازر، في نفس الوقت يحاول أن يلعب الدور الإنساني في بعض المراحل. وهناك أيضا خشية من الموقف الدولي، حتى على الرغم من أن الموقف الدولي يعني مضحك ومتخاذل بشكل كبير، ولا يوجد أي دولة عربية أو أوروبية، وحتى الموقف الأمريكي يعني لم نلحظ حتى استنكار لكل ما جرى، والكل يركز على تركيا. بكل تأكيد تركيا هي ضامن أساسي في الاتفاق، وهي تتحمل مسؤولية مهمة فيما يجري في شمال سوريا. ولكن هل يعني اختصر العالم
تركيا فقط، هناك موقف دولي متخاذل بشكل كبير جدا، لا يوجد أي موقف دولي، وهو ما يدفع روسيا للتوغل على تركيا أيضا، يعني يدفع روسيا لانتهاك الاتفاقيات مع تركيا لأنها لا ترى أي رادع على الإطلاق، يعني لا يوجد أي موقف دولي ولا أوروبي ولا أمريكي ولا حتى أي موقف عربي، وبالتالي روسيا ترى أن الفرصة سانحة في كل فترة كل عدة أشهر لاتفاقية مرحلية تطبيق بعض الحقائق وفرض حقائق عسكرية على الأرض وتغيير الخارطة تدريجيا وصولا للسيطرة على كامل الأراضي السورية. هدف تركيا في المقابل هو مختلف، تركيا تحاول دائما تقليص الهجمات على المدنيين ومحاولة الوصول إلى تفاهمات سياسية، يعني تحقيق أي نصر سياسي قبيل إنهاء العمل العسكري على الأراضي. تركيا لديها الكثير من الأهداف، وهي ربما تكون إدلب يعني نقطة حساسة بالنسبة لها. سنبحث موضوع تركيا وحتى موضوع الدولي لكن في مرحلة متقدمة من الحلقة. الآن دعني أرحب بالأستاذ خليل مقداد الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك من قطر معنا من الدوحة. أستاذ خليل، الآن بعض المراقبين قالوا إن روسيا اكتفت بخان شيخون وأمنت الطريقين الحيويين الاستراتيجيين للموارد الاقتصادية للنظام السوري، تريد أن توطي دعائم النظام اقتصاديا الآن بعدما عومته سياسيا. هل تتفق مع هذا التحليل أم أن شهية الروس مفتوحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام ولضيوفك أيضا. يا سيدي الكريم، طبعا بكل تأكيد لا. الآن لو عدنا للحديث، أنا استمعت إلى جزء من المداخلات، أهمية خان شيخون، يعني دعني أبدأ من هذه النقطة. السيطرة على خان شيخون تفرض واقع عسكري جديد في ريفي إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، إضافة إلى الخصوصية الرمزية للمدينة وما يعنيه انتقال مركز ثقل بحجمها من من يد الفصائل إلى النظام وروسيا. هذا أدى لاهتزاز موازين القوى، وهنا أهمية استراتيجية في حسابات الخرائط العسكرية سواء الحالية أو المستقبلية. هذا الموقع يتيح لها إحكام الطوق على منطقة سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حماة الشمالي، موريك، اللطامنة، كفر زيتا، ويقطع خطوط الإمداد، وهو تماما ما حدث عندما تم الاستيلاء على تلة النمر، ثم التقت بالأمس يوم 19، ثم بالأمس سيطروا على تلة ترعي فأحكم الطوق فانسحب جيش العزة والموجود من الفصائل من ريف حماة الشمالي، طبعا ليس كلها ولكن انسحب معظمه، ثم تعرض لمجزرة عن طريق استهدافه بالراجمات. الآن هناك لتأمين الخط MM4 الواصل من حلب إلى اللاذقية يا سيدي، هذا الأمر لم يتم بعد. هناك نقطة مهمة جدا وهي الكبينة، وهناك إصرار مستميت، يعني هناك نحن نتحدث عن مئات الاقتحامات، نحن نتحدث عن آلاف الغارات، نحن نتحدث عن مجهود وثقل يعني لا تخطئه عين من روسيا وحزب الله وإيران والنظام لاحتلال أو السيطرة على منطقة الكبينة. الكبينة أهميتها يا سيدي الكريم والسادة المستمعين كونها التلة الأعلى في جبال التركمان، يعني ترتفع حوالي 1300 متر وهي مفتاح الوصول لجسر الشغور، وهذا يقودنا لمنطقة مهمة أخرى، هذا يعني الإشراف على كامل المنطقة المحيطة بها وسقوطها ناريا للكبينة أقصد، والانتقال لمرحلة القضاء على الفصائل المتحصنة فيها مهما كلف ذلك من ثمن، وهذا هدف تتشاركه روسيا والصين اللتان ستعملان ما بوسعهما للقضاء على الفصائل الجهادية في المنطقة، طبعا معروف التركستان وأجناد القوقاز، حراس الدين، أنصار الشريعة وكل رافض لهذه التسوية. نحن اليوم شرفنا على يعني انقضاء عام على مناطق خط التصعيد والاتفاق الذي حدث في سبتمبر من العام الماضي بين بوتين وأردوغان، وتم بموجبه الاتفاق على مناطق خفض التصعيد، سلمت ثلاثة منها وبقي واحدة الآن في صور التسليم، أنا أسميه إلى حد بعيد يعني تسليم. لماذا؟ يعني الآن ما الذي كنا ننتظره سواء من روسيا أو من تركيا أو من المجتمع الدولي أو من حتى من الفصائل؟ كان كل شيء مكشوف ومعروف. نحن أنا قلت في حينها ولله والتاريخ والأمانة، قلت خلال عام واحد على الأرجح سيتم استعادة إدلب بطريقة أو بأخرى، سيكون هناك استنزاف للرافضين للتسويات، سيتم إنهاك الهيئة وإشغالها في صراعات وإشغالها بنفسها في داخل إدلب حتى لا يتسنى لها الاستعداد بشكل جيد. الآن نحن لا نريد أن نخون، ولكن أي شخص الآن اليوم سيسأل ما هو مصير إدلب؟
قبل الحديث أستاذ خليل لو أذنت لي، قبل الحديث عن مصير إدلب، أنت من أنصار أنهم يعني الآن الروس شهيتهم مفتوحة، هنا دعني أسأل الأستاذ إسماعيل، يعني إلى أي مدى يمكن أن تعتبر روسيا انشغال تركيا في ملف المنطقة الآمنة والميليشيات التي تصنفها إرهابية في شرقي الفرات، إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا عامل إغراء للروس حتى يتمددوا نحو إدلب، علما أنك وصفت الظرف غير مناسب الآن؟ يعني كما تعلمون أن هناك الكثير من الأسباب دفعت روسيا لتكثيف هجومها الأخير، من أهمها الاتفاق الأمريكي التركي حول شرقي نهر الفرات واستثناء روسيا من هذا الاتفاق، وهو ما ولد غضب كبير عند الروس اتجاه الأتراك، بالإضافة لأسباب كثيرة أخرى في غربي نهر الفرات. يعني تركيا رفضت طوال الفترة الماضية تطبيق بعض البنود المتعلقة باتفاق سوتشي لأن روسيا لم تلتزم بالشق المنوط بها بهذا الاتفاق. في نقطة أخرى على المستوى السياسي، تركيا رفضت تمرير اللجنة الدستورية كما تريد روسيا. هذه عوامل مختلفة، يعني ثلاث عوامل أساسية دفعت بروسيا للغضب اتجاه الأتراك. يعني الحملة اليوم يمكن اعتبارها ليست ضد الفصائل فقط وإنما ضد الأتراك أيضا، هناك توتر كبير جدا بين الأتراك والروس. دعني أعقب على السيد خالد، تحدث قبل قليل بشكل غريب جدا، يتحدث عن أن ما جرى هو اتفاق تركي روسي إيراني في أستانا 13 على تأمين الطرق الدولية بهذا الشكل. أعتقد أن هذا الأمر غير منطقي وغير واقعي على الإطلاق، هناك جلسات أستانا ويجري الاتفاق على بعض الأمور، ولكن إن كانت تركيا ستوافق على هذا الأمر، تركيا اليوم مستهدفة بشكل أساسي ويجري تعرضت النقاط التركية لاستهدافات والموكب العسكري التركي تعرض للاستهداف. لو تركيا أرادت أن يجري ذلك من خلال اتفاق ووافقت عليه لما كان حاجة لكل الهجوم العسكري ذلك على الأرض. أصلا من ضمن بنود اتفاق سوتشي قبل 11 شهر من اليوم هناك بند يتعلق بفتح الطرق الدولية، ولكن روسيا كون روسيا لم تلتزم بالبنود المرتبطة بها، تركيا رفضت التماشي مع روسيا في هذا المطلب. كل ما جرى اليوم هو غضب روسي باتجاه تركيا والفصائل في نفس الاتجاه، وبالتالي تركيا غير متعاونة مع تركيا على يعني تركيا غير متعاونة مع روسيا على الإطلاق في هذا الأمر. تركيا لكن في نفس الوقت ما هي الخيارات التركية؟ الخيارات التركية محدودة، لا يمكن يعني تغطية ذلك. الخيارات التركية محدودة، هناك نظام على الأرض يتوغل بشكل كبير، هناك نظام قوة عظمى روسيا يعني تشكل له غطاء جوي كبير جدا، وبالتالي تركيا بشكل دائم تحاول تخفيف الأضرار، تقليل الأضرار على الأرض قدر الممكن، وبالتالي لجوء الاتفاقيات. هناك أستانا وهناك سوتشي، اليوم روسيا تريد فرض خارطة جديدة، بكل تأكيد الطرق الدولية هي أبرز ما يتعلق فيها، ولكن هل ذلك يجري باتفاق مع تركيا؟ بكل تأكيد هذا أمر غير منطقي على الإطلاق. لكن إسماعيل، يعني حقيقة الموقف التركي ما زال ملتبسا عند المراقبين، لأن الرتل عندما يستهدف الرتل، وحتى الآن رد الفعل التركي ملتبس وغير واضح حتى الآن، ينبغي تحليله. أريد أن أسألك عن هذا، لكن ليس قبل أن أذهب مرة أخرى إلى الدوحة لأسأل الأستاذ خليل، يعني هل سيطرة النظام بهذه الطريقة والآلية على خان شيخون ومحيطها يعني نهاية الوجود الفصائل في تلك المناطق إلى غير رجعة؟ يا سيدي الكريم، نعم، أنا أجيبك نعم. حاليا لم يتبقى إلا بضع مجموعات صغيرة في ريف حما الشمالي. أعود لضيفك الأستاذ إسماعيل، الغير منطقي هو ما يتحدث به، الغير منطقي هو محاولته التبرير لتركيا ويعني تبرئتها من كل شيء. طبعا نحن أستاذ خليل لو أذنت لي، يعني أنا لا أريد أن يتحول الحوار إلى سجال بشأن تركيا، يعني نريد أن نخصص الموضوع الآن في ريف إدلب الجنوبي. هناك مجموعات في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، هناك مجموعات من الفصائل طرحت نفسها الآن بقوة وقالت لن ننسحب من تلك المناطق، وأعادوا تجميع أنفسهم على شكل مجموعات صغيرة، ربما يكون هناك حرب عصابات. إلى أي مدى يستطيع هؤلاء أن يحدثوا فارقا، علما أن بعض المراقبين العسكريين قالوا إن المجموعات العسكرية الفصائل تستطيع أن تغير الخريطة العسكرية حتى الآن؟ كانت تستطيع ذلك ولا زالت تستطيع لو أرادت أن تقاتل. لدينا نحن فصائل درع الفرات، لدينا فصائل غصن الزيتون، لدينا ما يسمى جيش وطني، لدينا الجبهة الوطنية، لدينا هذا وذاك، لدينا الهيئة، لدينا ما قيل أنه 100,000 مقاتل. قل لي بالله عليك، هل فتحت جبهة؟ هل فتحت جبهة واحدة تخفف الضغط عن الكابينة مثلا؟ لم تفتح. الآن منذ بداية اتفاقات سوتشي ومنذ تسليم حلب وما تبعها من تسليم مناطق أخرى في حوران والغوطة، نفس السيناريو يا سيد الكريم. نحن لا يجب أن نخدع الناس، وإن خدعنا الناس لا يجب أن نخدع أنفسنا ولا أن نخون الأمانة. عندما نتحدث علينا أن نتحدث بمنطقية، وأرجو أن لا تقاطعني وأن تتركني أكمل الفكرة رجاء حتى لا يحدث خلل في الأمور. لذلك اليوم نحن أمام مسؤولية شاملة تتشاركها الفصائل وتتشاركها تركيا وكافة الأطراف
نحن أمام واقع كان متوقعا، كان يعني معروفا للقاصي والداني، لن يسمحوا لإدلب بأن تغرد خارج السرب، وكان يعني مسألة استباحتها أو ريف حماة يعني مسألة وقت. وكلنا يعلم أن جيش العزة لم يكن يملك هذه الإمكانيات القوية التي تؤهله للصمود لفترات طويلة. تم الزج بمجموعات مؤازرة ولكن استمر الموقف بالدفاع. لماذا استمرت الفصائل اتخاذ موقف الدفاع؟ النظام هو من كان وروسيا يختار الدفاع والمكان الجبهة وزمانها، وهو من يهاجم. الفصائل لم تفعل شيء لتغيير هذا الواقع، لم تحاول الضغط على النظام من خلال عمليات، من خلال عمليات انغماسية من تجاه استهداف الحواضن، إلا ما ندر من خلال استهداف قاعدة حميمين ببعض الرشقات من الصواريخ إلى ما هنالك. ثمة طارئ أيضا، يعني عطفا على ما تفضل به الأستاذ خليل، يعني تركيا رترها استهدف عسكريا، ومراقبون يعني وصفوا هذا الفعل بأنه إهانة أو صفعة لتركيا. لماذا لم تفعل شيئا، يعني حتى لا سياسيا ولا حتى عسكريا؟ بماذا تفسر رد الفعل الملتبس عند الأتراك حتى الآن على هذا الاستهداف؟ للتوضيح للأستاذ خليل، ربما قرأ صفتي هنا، أنا لا أمثل أي جهة رسمية تركية ولا أتحدث باسم أحد، أنا صحفي متخصص بالشأن التركي وأحل الأحداث في هذا، لا أدافع عن أحد ولا أبرر لأحد، ولكن طالما يتحدث عن الأمر بكل تأكيد، يعني هناك أسئلة منطقية، بالنهاية هي مسألة سورية، تركيا طرف تدخل فيها بحكم الجوار، بحكم الحدود، وكانت طرف في الاتفاقيات العسكرية والسياسية على الأرض، ولكن بالنهاية ولو تحدث البعض عن أن تركيا سلمت أو اتفقت أو غيره، هو أمر منطقي يعني لا يعني غير جميل بحق المعارضة السورية وبحق الفصائل هناك. هل تركيا هي بأمر عسكري تأمر الفصائل بانسحاب المنطقة فينسحبون؟ هو أمر مهم بحق الفصائل نفسها، إذا كان ذلك يحدث على الأرض، طالما توجد قوة عسكرية كافية على الأرض، لماذا تلبي طلب تركي أو أمر تركي إن كان ذلك موجودا على الأرض؟ فعليا البعض لا يريد أن يرى أن هناك قوة ثانية، أكبر قوة عسكرية على الأرض، يعني تستخدم كافة أنواع الأسلحة وتحرق الأرض والأرض المحروقة، ومن ثم يستغربون كيف سقطت قرية أو منطقة صغيرة. هو أمر منطقي جدا بالحكم العسكري. ممكن أن نتحدث، ممكن أن نتحدث بجانب آخر، أن هناك اتفاقيات سياسية واتفاقيات عسكرية، هناك أساسانة وسوتشي يفترض أنها تؤمن هذه المنطقة ولا تسمح باستباحتها أو خرق إطلاق النار فيها، ولكن الأمر معقد جدا على الأرض. أنا لا أتحدث أنا أول شيء حتى أقصد عفوا أستاذ إسماعيل، أنا أقصد من سؤالي ما الرسائل التي أرادت روسيا أن تمررها لأنقرة من وراء الاستهداف، لأنه لا يمكن للنظام أن يستهدف تركيا من دون إعاز روسي. بكل تأكيد النظام لا يتجرأ على استهداف تركيا بدون موافقة روسية وأمر روسي مباشر. لماذا؟ لأن يعني هناك الكثير من الرسائل. روسيا ترى أن تركيا لم تطبق اتفاق سوتشي، كانت تريد من تركيا أن تؤمن لها الطرق الدولية بدون أي ثمن، كانت تريد من تركيا أن تعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية بالشكل التي يتماشى مع شروط النظام وروسيا، والأهم من ذلك كانت تريد لتركيا أن تدخل في حرب مفتوحة مع هي التحرير الشام في إدلب وتقضي عليهم، ثم النظام يأتي بكل سلاسة وأريحية ليسيطر على إدلب. تركيا واقعة بين تحديات كبيرة جدا، في نفس الوقت تركيا لا يمكنها أن تدخل في معركة لصالح النظام مع هيئة تحرير الشام، ولكن أيضا في نفس الوقت تركيا تصنف هيئة تحرير الشام تنظيم إرهابي والدول الغربية تصنفه على أنه تنظيم إرهابي، ولا يمكن لتركيا بكل تأكيد أن تمد بالسلاح أو بالعون المباشر. هذه معادلة مفتوحة، تعقيدات موجودة على الأرض لا يمكن لأحد أن ينكرها. لا، الموضوع غير مرتبط بالدفاع عن أحد، ولكن الحديث دائما بفكرة المؤامرة وأن هناك من سلم وأن هناك من اتفق هو أمر غير منطقي، وأؤكد عليه أنه غير منطقي. هناك قوة عسكرية ومعركة غير متوازنة على الأرض، وتجري بعضها في إطارها بعض التفاهمات العسكرية، وربما دعني أضيف نقطة، ربما في الأيام المقبلة نشد تعديل لاتفاقية سوتشي أو غيرها، ولكن هذا بحكم القوة العسكرية الروسية التي تفرض على الأرض. ثمة كان لافتا الصمت الدولي، الصمت الدولي على ما فعلته روسيا والنظام في جنوبي إدلب وشمالي حما كان لافتا، لكن السؤال إلى أي مدى يمكن للأمريكيين والأوروبيين أن يسمحوا بتمدد روسيا داخل سوريا؟ هذا ما نبحثه بعد فاصل قصير.
سعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة حديثنا عن تطورات المشهد الميداني والسياسي في سوريا. أذهب إلى قطر. أستاذ خليل، لافت كان حقيقة سكوت الدول الكبرى أمريكا وأوروبا عن نوعية الأسلحة وطريقة الهجوم وسياسة الأرض المحروقة التي تبعتها روسيا والنظام في تلك المنطقة. بما يمكن تفسير هذا السكوت باستثناء بعض التصريحات الفرنسية الخجولة وتصريحات أممية متعلقة بالبعد الإنساني المدني؟ يعني هذا يقودنا للمربع الأول، نظرية التآمر يا سيدي الكريم. هل لو كانت أمريكا رافضة لهذا التدخل ولهذه البلطجة، هل كانت تستطيع روسيا فعل ذلك في سوريا؟ أبدا لن تستطيع. روسيا هي البلطج الذي يستخدمونه لتنفيذ المهام القذرة، وهذا ما يحدث تماما. يعني نحن اليوم يا سيدي الكريم، كل ما يحدث هو جزء من صفقة شاملة بين الأطراف الفاعلة على الساحة. يعني السوريون ذهبوا فرق عملة، مجرد فرق عملة، ومصيرهم معلق بتفاهمات الوكلاء. ما طبيعة هذه الصفقة؟ طبيعة هذه الصفقة يا سيدي، الشام هي مربط الفرس، وهي مربط فرس عقدة النظام الدولي في المنطقة. تحرير الشام، يعني تحرر الشام يعني بالضرورة تحرر ما حولها، وهذا سينعكس سلبا على أمن الكيان الصهيوني. هذه هي النقطة الجوهرية التي على الجميع أن يفهمها. وبالمقابل سمحوا لهذا النظام المجرم أن يستمر بالقتل 8 سنين، وسمحوا لروسيا أن تمارس بلطجتها وإجرامها منذ العام 2015 حتى اليوم، وارتكبت من الجرائم ما يندى له جبين البشرية. هي لم تستهدف سوى المدنيين، لم تستهدف سوى المشافي، لم تستهدف سوى الأسواق، الأفران، المنازل، هذا ما استهدفته روسيا. إذن نحن أمام مجتمع دولي قذر، سافل، منحط، يتعامل معنا بأسلوب إبادة. ما تعرض له الشعب السوري هو إبادة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتطهير عرقي. اليوم نحن أمام أكثر من 1.5 مليون قتيل وشهيد، وأمام مثلهم جرحى، ولدينا 14 مليون مهجر، ونصف أو 70% من البلد مدمر. كل حواضن الثورة دمرت يا سيدي الكريم، لم يبقى سوى حواضن النظام. نحن أمام فصائل مخترقة حتى النخاع، تدار من الخارج، قاتل يقاتل، يتحججون بالإرهاب. هل بقي إرهاب أكثر من إرهاب روسيا؟ الاقتتال الفصائلي، أليس الاقتتال الفصائلي كان استنزافا لكل هذه الجهود وهدرا للطاقات والدماء؟ فصيلان يختلفان، يذهب الضحية 500 و600 و1000 قتيل. لماذا لم يتم توظيف هؤلاء المقاتلين ليتوجه باتجاه دمشق؟ لو تحررت دمشق لتحررت سوريا. يعني أنت تحدثت عن أن هناك صفقة، لأن سوريا إذا تحررت ربما يتحرر محيطها. يعني نعود إلى هذا ربما، لكن الآن عمليا ما المدى الذي يمكن أن يسكت عنه الأمريكيون والأوروبيون في توسع وتمدد روسيا والنظام في تلك المنطقة؟ يعني ليس خبيرا بالشأن الأمريكي، ولكن من الواضح أن الولايات المتحدة رفعت يدها عن المناطق التي تلعب بها روسيا إن صح التعبير، وهي تركز كل ثقلها اليوم على دعم الوحدات الكردية في شرقي نهر الفرات باعتبارهم حلفاء أساسيين هناك. رأينا أن لو الولايات المتحدة تريد أن تتحرك من جانب يتعلق بالإنساني أو النفوذ السياسي أو أي شيء آخر في تلك المناطق لتحركت منذ سنوات. كما ذكر ضيفكم، هناك مجازر يندى لها جبين البشر، ولم يتحرك أي طرف. الطرف الأوروبي يتحرك فقط عندما تضغط عليه تركيا في ملف اللاجئين، وهو ملف حساس عند تركيا. هي تحاول أن تذكر الجانب الأوروبي أن هناك مأساة إنسانية تقع في سوريا بشكل نظري لا يستوعب. وعندما تتحدث تركيا عن ملف اللاجئين يتهمها البعض بأنها تحاول استخدامهم كورقة. لا، هي ليست كورقة بالنهاية. هي تركيا تريد أن تقول لأوروبا انتبهوا، ربما يعني المأساة يجب أن لا نتحملها نحن فقط. هناك في تركيا 4 مليون لاجئ سوري، ولكن في إدلب حاليا في الهجوم الأخير فقط نزح من مناطق الداخلية في إدلب إلى الحدود التركية قرابة 1 مليون لاجئ. وفي حال استمر الهجوم إلى عمق إدلب ربما ننتظر 3 إلى 4 مليون لاجئ جديد. تركيا لا تتحملهم، ولكن لو تفتح تركيا الحدود وتترك بعض آلاف اللاجئين يصلون لأوروبا سنرى موقف أوروبي أكيد. تركيا حاولت اللعب على هذا الموقف، عملت قمة رباعية، أتت رؤساء ألمانيا وفرنسا وتركيا وروسيا، ولكن لم يجري أي، يعني لم تتحرك هذه الأطراف الدولية. هذه الأطراف الدولية قبلت لروسيا
أن تعمل ما به على الأرض، ولكن لا يريدون أن يتضرروا من هذا الملف. ولكن عندما يتعلق الملف بوصول لاجئين وبعض المشاكل الإنسانية البسيطة التي ربما تخلق أزمات لهم، ربما يتحركون في بعض التصريحات الخجولة ومحاولة الضغط على روسيا. تركيا حاولت بقوة من خلال قوة القمة الرباعية أن تكون ألمانيا وفرنسا في صفها كدول أوروبية قوية تتخذ موقف سياسي واضح وتمنع وصول أو حصول كارثة إنسانية جديدة، وصدرت بيانات وحاولوا عقد قمة أخرى، ولكن لا يوجد موقف حقيقي لهذه الدول على الإطلاق، وبالتالي غير متوقع شيء من هذه الدول في تلك في الفترة المقبلة. أريد أن أسأل أستاذ خالد، يعني هناك دعوات الآن بدأت تتحرك في الشارع السوري من ضرورة سحب الأبناء من الفصائل وإعادة تشكيل إعادة النظر إلى طرق القتال مع النظام، مقاومة شعبية أو مجموعات منتشرة هناك هنا وهناك أو خلف خطوط العدو. يعني إلى أي مدى تلحظ حراكا في الشارع الثوري في سوريا يتجه إلى تغيير طرائق ومقاربات القتال مع النظام؟ السؤال لي يا أخي جهاد. نعم. يا سيدي الكريم، هذا الأمر الآن لا يمكن الحديث عنه نهائيا لأن الأوراق اختلطت. اليوم أولوية روسيا وبقية الأطراف يعني هي جملة معطيات، ليس فقط إخضاع ما تبقى من محرر، ولكن ضمان إخضاع بتكلفة قليلة وضمن حدود الاستطاعة، ليس لديهم القوة البشرية لتحقيق هذا الأمر، وعليهم في المقابل هم يحسبون حساب تفادي سيناريو حدوث فوضى فصائلية تنتج عن فراغ قيادي. القيادات هي من يمسك بزمام الفصائل، في حال حصل هذا الفراغ وهذه الفوضى سيتسرب ربما مئات وآلاف والعشرات لا نعلم المقاتلين باتجاه فؤاد وجبهات أخرى، وقد ينضمون لهذا الفصيل أو ذاك، يتحصنون في مناطق جديدة، يخوضون حرب مقاومة شعبية. الظروف ومآلات ما يحدث اليوم هي التي ستحكم ما سيحدث لاحقا. لذلك لو لاحظت الترابط الجغرافي بين إدلب وحماة واللاذقية كان يمنعهم من التحرك، لذلك عمدوا إلى تفكيك هذا الترابط والتعامل مع كل منطقة على حدة. الآن سيتم استنزاف الثابتين الصادقين الصامدين في المناطق على الجبهات، سواء في جبال التركمان أو غيرها. اليوم لا يمكن الحديث عن هكذا أمر، على الفصائل نفسها أن توطن نفسها إن كانت تريد فعلا القتال، على إعادة ترتيب أوراقها، على زرع مجموعات، على فتح جبهات، الانتقال إلى حالة المقاومة والاستنزاف لأنها الأكثر تكلفة. في هذه الحالة العدو سيقاتل ضد أشباح، وهو ما نادينا به منذ البداية. اليوم الأمر أصبح أكثر صعوبة، والفصائل منشغل بإعادة ترتيب أوراقها، وهذا لا يمكن أن يحدث ما تفضلت به اليوم، لا عن طريق مطالبات شعبية ولا غيرها. هذا المقاتلون وحدهم من يستطيع فعل ذلك، المجموعات هي من يستطيع فعل ذلك. طيب سنبحث هذا الأمر ربما في وقت لاحق. أستاذ إسماعيل، يعني فلاديمير بوتين قال في تصريح لافت إنه يدعم جهود نظام الأسد، يدعم جهود نظام الأسد في القضاء على الإرهابيين، وأن هؤلاء الإرهابيين يجري نقلهم من مناطق إلى أخرى خارج سوريا. هذا فيه إشارة إلى أن تركيا راضية في هذا الأمر أو متورطة في هذا. ومراقبون قالوا إن هذا التصريح ينقض أو ينسف الاتفاق بين الروس والأتراك. هل يرى الأتراك الأمر كذلك بأن هذا التصريح ينسف اتفاقهم معهم؟ يعني الاتفاق إذا يعني الحديث عن انهيار الاتفاق، ربما بكل سهولة أن تعلن تركيا انهيار الاتفاق، ولكن ما بعد ذلك؟ يعني الفوضى ومزيد من الحرية لروسيا والنظام بالحركة. الموقف الروسي بكل تأكيد يستهدف تركيا كما ذكرت في بداية الحلقة. هناك استهداف واضح، وتصريح وزير الخارجية الروسي أخطر من ذلك. يعني عندما فكرت تركيا ببعض المناورة العسكرية على الأرض وأرسلت موكب عسكري لخلق نقطة عسكرية ربما، وهو أمر غير أكيد، رأينا تصريح بأن هناك قوات روسية على الأرض، وبالتالي كان المقصد أن هناك لو فكرتم بالتحرك باتجاه النظام ربما أنتم تستهدفون روسيا بشكل مباشر. هذا الأمر والتصريح بوتين يأتي في إطار مفهوم، هو من سنوات يتم استخدام ورقة الإرهاب والتلويح بها بكل من يريد أن يدعم المعارضة السورية. هي ورقة ناجحة بكل تأكيد، في الإعلام تنجح وفي على الأرض تنجح وبإقناع دول كثيرة تنجح. اليوم روسيا كلما رأت أن تركيا تقدم بعض الدعم للمعارضة السورية وإن كانت من تصنع
تصنف على أنها معارضة معتدلة أو غيرها، يتم التلويح بأنها تدعم التنظيمات الإرهابية. هو خطاب النظام السوري بالأساس، تحاول روسيا استغلاله أيضا والضغط على تركيا ومحاولة إحراجها إعلاميا بشكل أكبر. ولكن فعليا هل تركيا، هل هناك خطوط نقل أو جلب مسلحين من الخارج؟ بكل تأكيد هي ترهات يعني غير موجود على الأرض على الإطلاق. هناك مسلحين سوريين، لكن غير وارد عند الأتراك هو نسف الاتفاق مع روسيا، أن ذلك ليس في مصلحة الأتراك يعني الآن. برأيي أن الأتراك يعني يعلمون جيدا أن يعني أكثر ما تتمنى روسيا أن تخرج تركيا، وأن هناك لا يوجد اتفاق، وتخرج روسيا وتسحب وتفكك نقاط المراقبة لها وأن تخرج، وبالتالي الأرض ستكون مفتوحة لهم. بعض المواجهة مع الفصائل ستحسمها الطائرات الروسية، ولكن تركيا ترى محاولة ربما أخيرة. أعتقد أنا أن تركيا يعني تفكر كذلك. تركيا ربما تلجأ بالفترة المقبلة لإعادة شروط جديدة ضمن اتفاق سوتشي، تعديل بعض المواد. اليوم تؤكد على عدم سحب نقطة المراقبة التركية التاسعة، ولكن فعليا على الأرض إلى أي مدى ستصمد النقطة في مناطق النظام هو أمر غير مفهوم صراحة. طيب، ولكن ربما يتم تعديل الخطوط في تلك المنطقة. سنبحث هذا. لكن أستاذ خليل، يعني ثمة من فسر السكوت الدولي عما يحصل عن تفاصيل المشهد في إدلب وحماة بأنه تسليم، بأن مستقبل إدلب رهن بتوافق بين أنقرة وموسكو. السؤال، إلى أين ستقود هذه التوافقات أو هذه المصالح بين أنقرة وموسكو؟ إلى أين ستقود إدلب؟ أنا برأيي يعني إن لم تقاتل الفصائل، بالمناسبة روسيا وذنبها مأذومون على الصعيد البشري، ولهذا استنجدت روسيا بإيران التي اشترطت عليها أمران: تأمين أو منع إسرائيل أو الكيان الصهيوني من استهداف قواعدها في حلب. الأمر الثاني هو عدم معارضة تمددها في الجنوب، وهو ما تعمل عليه حاليا، ووافقت روسيا على هذا الأمر من التسريبات. ثم انخرطت إيران من خلال ميليشياتها، فاطميون وحزب الله، ميليشيات عراقية وأفغانية إلى ما هنالك. اليوم تركيا أصبحت في موقف ضعيف لأنها ترددت كثيرا، وبالتالي هي مجبرة على مساومة أمريكا ومساومة روسيا، كل على حدة، وكذلك إيران. الاتفاق المنطقة الأمنية، أنا أسميها منطقة أمنية مع الأمريكان، دفعت تركيا، قدمت ثمنا لهذا وتنازلت عن أشياء. الآن هي بحاجة للاتفاق أيضا مع روسيا فيما يخص تل رفعت، هي تريد تل رفعت في الشمال الغربي، لذلك عليها أن تقدم أيضا تنازلات. في النهاية أخشى أن مصير إدلب إذا كانت هناك فعلا تفاهمات قوية بين تركيا والفصائل ستتوقف المعارك، ستوضع إدلب تحت وصاية تركية، سيتم حل الفصائل، سيتم قتال من تبقى من الفصائل رافضية التسوية، سيتم تصفية القادة الذين قادوا المرحلة الحالية والسابقة، وبحيث لا يشكلوا أي عائق في المستقبل. هذا واقع سيحدث إن لم يتم الاجتياح. الاجتياح مستبعد إن قاتلت هيئة تحرير الشام، لأن التكلفة ستكون عالية وباهظة جدا على روسيا وإيران وذنبهما في دمشق. هذا هو السيناريو المرجح. يعني نحن اليوم أمام واقع، حتى المجتمع الدولي، لو عدنا للمجتمع الدولي يا سيدي، هم يسمحوا لروسيا وإيران ونظام الأسد أن يقتلوا ويدمروا ويجتاحوا، ولكن بشرط أن لا يضعوهم أمام أزمة إنسانية أو أخلاقية تفرض عليهم تحركا من نوع ما، يعني بحيث لا يكون هناك مجازر كبيرة بأعداد كبيرة. اقتل ولكن لا تقتل بأعداد كبيرة، اقتل ولكن لا تستخدم السلاح الكيميائي، هجر ولكن لا تهجر الملايين. طيب اليوم أستاذ خليل، يعني هذا واضح، لكن أنت تحدثت كثيرا عن موسكو وعن أنقرة، لكن ماذا عن السوريين؟ هل ما زال السوريون يمكن أن يقدموا مقاربة يعني تضمن مصالحهم، مصالح الثورة التي ينادون بها في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت؟ المجتمع الدولي يا سيدي للأسف نجح عن طريق عمليات الاستكشاف والتنجيم بالبحث عن الفاسدين، لم يترك فاسدا إلا واكتشفه، ثم قام بتسليمه مقاليد الأمور، سواء سياسيا أو فصائليا أو إعلاميا. هيأ الساحة على مدى 8 سنين، حارب الصادقين، أقصوا القادة الذين يمكن أن يشكلوا يعني عائقا أمامهم، تم اغتيالهم. هذه أمور
لا يمكن أن تحدث بين يوم وليلة. نحن أمام مجهودات تقودها دول وأجهزة استخبارات إقليمية ودولية تعمل على مدار الساعة وتغير خططها وبرامجها بما يتوافق مع معطيات على الأرض، مع المعطيات على الأرض. هذا لا يمكن أن يحدث بين يوم وليلة. والسوريون اليوم للأسف ليس لديهم ظهر، ليس لديهم معارضة حقيقية تستطيع التحدث باسمهم. الفصائل مرهونة لهذه الدولة وتلك. لدينا الآن المجهود العربي الذي يعني شرذم الفصائل واستقطبها ودفعها للتسليم. لدينا العرب اليوم يمولون العمليات تدريب الكرد، وحدات حماية الكردية. لدينا الولايات المتحدة استأثرت بالمنطقة الشرقية والشمالية الشرقية مع وحدات الحماية. اليوم هناك تركيا مستهدفة وستستهدف، وهي مسألة وقت فقط لأنها تأخرت كثيرا في الحسم، لم تستطع حتى إنجاز جيش موحد يستطيع مقارعة النظام. انظر إلى الفصائل في الشمال، أين أبو عمشة وهذه العصابات والمرتزقة؟ ماذا يفعلون؟ طيب، ما الذي قدموه لهذه الثورة يا سيدي؟ طيب، يعني أستاذ خي أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة الطيبة، لكن أريد أن قبل أن أختم أن أسألك، تركيا لا تستطيع أن تتحمل تكاليف أي هجوم واسع على أدلب، وأنت تعرف الأسباب كثيرة لذلك. ما أوراقها في منع قيام مثل هذا الهجوم في المرحلة المقبلة؟ أنا أعتقد أن هناك تحرك، كما قبل توقيع اتفاق سوتشي قبل 11 شهر من اليوم في أيلول الماضي، كان هناك حشد وتحضير كبير لهجوم واسع للنظام وبدعم روسي على إدلب، وتمكنت تركيا إن صح التعبير من تأجيله عبر اتفاق سوتشي. تمكنت من تحريك بعض الأطراف الدولية، أنذرت الأوروبيين من خطر المأساة الإنسانية وموضوع اللاجئين، تحدثت مع الولايات المتحدة عن ما يتعلق بالموقف الدولي. هذا يمكن تحريكه من جديد، هو أمر مكرر بكل تأكيد، ولكن على الأرض أعتقد أن روسيا في هذه الحملة تحديدا لم تبدأها لإنهاء ملف إدلب بشكل نهائي. أعتقد أن لديها أهداف مرحلية، كما يذكرون تأمين محيط قاعدة حميمم بشكل أساسي وتأمين الطرق الدولية. أعتقد أن الأمور ستتوقف لعدة أشهر أخرى، ولكن السؤال سوف يتكرر أيضا مجددا في مرحلة لاحقة، ربما عندما يلتقط النظام أنفاسه ويعد نفسه لمعركة، ربما يتوجه بشكل أكبر. هذا اليوم تركيا أمام يعني خياران، إما الصمود بشكل أكبر في نقاط المراقبة وعدم تحريكها ومنع أي تحرك عسكري للنظام وتحمل مخاطرة فاتورة عالية، مخاطرة الاشتباك مع النظام وربما بعد ذلك الاشتباك مع روسيا، وهو أمر لا ترغب تركيا على الإطلاق بكل تأكيد. والأمر الآخر ربما محاولة التوصل إلى تفاهمات تكون تصمد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها تفاهمات تتعلق بسحب الحجة الروسية الأساسية المتعلقة بالتنظيمات التي تعتبرها إرهابية وهيئة تحرير الشام بشكل أساسي. وحتى الآن لا يوجد أي صيغة ولا أي موقف تركي واضح ربما يتعلق بطريقة التخلص من هيئة تحرير الشام، ربما يعني يجري حراك داخلي في سوريا ربما. أما أن تركيا تقوم بحراك مباشر ضد هيئة تحرير الشام هو أمر غير مفضل في تركيا، وبالتالي يبقى برأيي الشخصي يعني يبقى المرجح أن تهدأ الأمور لفترة معينة بتوافقات معينة، ولكن سيعود النظام هدفه الأساسي للنظام وروسيا محاولة السيطرة على كامل إدلب. في المرحلة الحالية ستنجح تركيا أتوقع خلال أيام بوقف الهجوم، ومن انتصر عسكريا على الأرض، من تقدم عسكريا على الأرض في بعض المناطق سيرسم الخريطة الجديدة، ولكن السؤال سوف يتكرر مجددا خلال أشهر مقبلة حول طموح النظام للسيطرة على باقي إدلب. لكن رأيك الذي تفضلت بذكره يصطدم مع ما ذكره موقع ديبكا الإسرائيلي المقرب من الموساد، الذي قال فيه إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر على منع روسيا ونظام من السيطرة على أدلب، وهذا مناقض تماما لمصالح روسيا التي تريد السيطرة على أدلب. اصطدام المصلحتين هذا بحسب ديبكا يرجح نشوء توتر كبير لا يعرف إلى أين يمكن أن يقود. برأيك اصطدام هذين المصلحتين بين أنقرة وموسكو إلى أين يمكن أن يؤدي في يعني سوريا؟ الخريطة العسكرية على الأرض ترجح حصول أي صدام. يعني بالنهاية رأينا موكب عسكري تركي جرى قصفه، قتل مدنيين سوريين، ولكن ربما لو قتل 3 جنود أتراك بدل المدنيين السوريين ربما المعادلة ستكون مختلفة. رأينا في السابق تركيا صبرت على بعض إطلاق النار في محيط نقاط المراقبة التركية، ولكن عندما جرى قتل جندي تركي في إحدى نقاط المراقبة في النقطة
النقطة التاسعة، ردت تركيا بشكل مباشر على النظام. الذي يريد إيصاله من هذه الصورة أن أي مناورة عسكرية على الأرض في ظل وجود قوات تركية كثيرة على الأرض، اليوم جرى إدخال مواكب عسكرية أخرى أيضا إلى مناطق حساسة، وبالتالي أي قذيفة عن طريق الخطأ ربما مقصودة غير مقصودة ربما تشعل مواجهة حقيقية بين تركيا والنظام في المرحلة الأولى. ولكن هل تركيا مهيئة؟ هل ضمن حسابات تركيا أن تدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا؟ أي عاقل يقول لا، بكل تأكيد يعني تركيا ليس لديها الدافع الكافي للدخول في مواجهة واسعة مع روسيا، وليس لديها أيضا، خلينا نتحدث بصراحة، هناك قوة عظمى على الأرض يعني روسيا بالنهاية، تركيا دولة كبيرة ولديها جيش كبير وكل شيء، ولكن الأمر طالما لا يتعلق بالأراضي التركية لا يوجد دولة ربما تدخل في مغامرة عسكرية لهذا الحد. أعتقد أن الدبلوماسية تطغى بكل أحوال، روسيا كل فترة تحاول تحقيق نصر عسكري معين أو قدم أراضي من خلال عملية عسكرية، ومن ثم ترجع للتوافقات السياسية التي تبقي الوضع على ما هو عليه لفترة معينة. أما نظرية الاشتباك المباشر والكبير بين تركيا وروسيا، أعتقد أنه فيه تضخيم للأمور، هناك مصالح كبيرة أيضا بين تركيا وروسيا، هناك مشاريع الطاقة، مشروع الغاز السائل التركي، هناك مشروع محطة الطاقة النووية لتوريد الكهرباء في تركيا، هناك تعاون على الصعيد العسكري متعلق منظومة S-400 من الصعيد الدفاعي، هناك تعاونات كبيرة. الملف التركي مهم جدا، وملف إدلب يتعلق بالأمن القومي التركي، هو مهم جدا. نقاط مهمة ذكرتها، لكن كل هذه المصالح المشتركة صراحة توقفت تماما عندما أسقط الإتراك طائرة روسية قبل 3 أعوام أو 4. يعني هل تعتقد يعني إذا ما نشب أي توتر جديد، ما حدود الفعل التركي في سوريا؟ أعتقد أن تركيا تحاول بقدر الإمكان منع سقوط إدلب، هو نقطة مهمة جدا. ويعني لو بسطنا الأمور فيما يتعلق بنقطة المراقبة التاسعة في مورك حاليا، الموضوع حساس جدا، سحب هذه النقطة أصبحت في مناطق النظام، سحب هذه النقطة هو ربما نسميه تراجع عسكري بالحد الأدنى، هذا التراجع سينعكس على صورة الجيش التركي وسينعكس على النقاط الأساسية لانتشار الجيش التركي، وبالتالي المرجح على الأغلب في الفترة المقبلة أن تحافظ تركيا على أي اتفاق يسمح ببقاء النقطة في موقعها. الأمر غير متعلق في نقطة فقط كما ذكرت، ومتعلق بمكانة الجيش التركي وسمعته، الأهم بمصير باقي النقاط العسكرية. النظام يريد أن يضغط على تركيا نقطة خلف الأخرى من أجل إجبارها على سحب جميع النقاط وبالتالي التفرد في 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 المسرح العسكري على الأرض، ولكن تركيا سوف تصر أعتقد وبكل إمكانياتها، وكما شاهدنا حاولت إدخال تعزيزات عسكرية لتعزيز الحماية حول هذه النقطة من أجل الإبقاء عليها. الإبقاء عليها سيضمن الحد الأدنى، لا أحد يتحدث عن أنها تمنع النظام أن ينتهك الاتفاق، لا أحد يتحدث أنها تمنع روسيا عن شن هجمات على إدلب ومحيطها، ولكنها بالحد الأدنى تبقي على بعض مناطق، تمنع التوغل أكبر في قلب إدلب لحين التوصل إلى تفاهمات معينة ربما يجري من خلالها حل معين تقبل به الفصائل وتقبل فيه تركيا من صعيد تحقيق أي تقدم على المستوى السياسي في اللجنة الدستورية أو بعض التفاهمات على الأرض تمنع الانتهاكات النظام وروسيا. ولكن فكرة الصدام الكبير تركيا دائما تتجنبه، أيضا روسيا لديها مصالح كبيرة مع تركيا، صفقة صواريخ S-400 التي ما زالت حديثة، المصالح يعني ليست تركيا دولة صغيرة ولديها مصالح فقط مع روسيا، روسيا أيضا لديها مصالح. لو نظرنا من جانب آخر، يعني ما أهمية فتح الطريق الدولي M4 أو M5 في ظل إغلاقه من قبل تركيا؟ فهو بالتأكيد يعني لم يتغير شيء على الأرض كثير، تركيا قادرة على ذلك، وفي حال أصلا فشلت، يعني في حال أرادت روسيا الصدام، إيصال تركيا لمرحلة الصدام الحقيقي، تركيا بإمكانها فعل الكثير على الأرض، يعني هناك الكثير من المصالح الروسية. لماذا لا تفعل؟ إذا كان بإمكانها أن تفعل الكثير لماذا لا تفعل؟ يعني حتى الآن الأمور لم تصل، أنا كان كلامي واضح، قلت في حال وصلت الأمور للصدام النهائي، يعني وصلت تركيا لقناعة تامة أن تركيا مستهدفة بشكل أساسي وهناك صدام مباشر. نصف مليون مدني الآن نزح من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل باتجاه تركيا، ليس داخل أراضي تركيا ولكن باتجاه إدلب. هو أمر خطير جدا بالنسبة لتركيا، وتحاول احتواء وحاول تحريك الملف الدولي والضغط على روسيا، ولكن أقصد كنا نتحدث بنظرية أوسع وأخطر، هي الصدام المباشر بين قوى عظمى بين روسيا وتركيا، هو أمر خطير جدا. يعني رأينا أن رغم كم التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، وجرت بعض المواقف بينهم في سوريا وفي مناطق أخرى، نزاع أخرى في العالم، لا تجرؤ القوى الكبرى على الدخول في صدام، هذا أمر خطير جدا ولا يمكن حساب عواقبه. وبالتالي تركيا وروسيا تتعاملان بنفس هذا المنطق، يحاولان المناورة العسكرية بقدر الإمكان على الأرض، ولكن بحيث لا يصل الأمر إلى الصدام العسكري المباشر بكل تأكيد. أشكرك مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو إسماعيل كايا الصحفي المتخصص في الشأن التركي، وكان معنا عبر الهاتف من الدوحة
الأستاذ خليل المقداد الكاتب والباحث السياسي، شكرا لكم، في حراسة الله وتوفيقه.